نعم، لوين؟ مناحيتي متطردة. ليلي كمان؟ منى حبيبتي ليش ما بتقدري ظروفي؟ ظروفك دايما لك، ظروفك انت وحدك يا كريم، والتانيين ما لهم وجود عندك؟ ظروفهم ما لهم وجود عندك؟ غريب. ولو يا كريم هيك بدك تروح وتتركني حتى بدون ما تلقي نظرة علي؟ شو هالحلا كله؟ الشعرات اللي ما في اجر. عم اهلك رح تنزعل التسريحه. الجرائم النفسيه موضوع محاضرتي القادمه بالجامعه. حياتي لازم اروح هلا ولا بتاخر؟ اي يوم نحن؟ ثلاثة. والثلاثة الماضية واللي قبلها واللي قبلها دايما كان لك نفس الموعد. وايمتى؟ الساعة 9 المساء. صحيح، بس هيدا اجتماع مهم مع بعض الاساتذة زي منى. ما بتسأل هالاجتماعات الا بالسهرة؟ منى أرجوك خلي الأسئلة لبكرة. بس أنا حضرت حالي تأثر معك الليلة. أنت؟ مستحيل. ها؟ بقصد مش ممكن تروحي مع الليلة. الاجتماع رسمي بين الأساتذة وبس، يعني بدون الزوجات. ليش؟ هاي أول مرة بروح معك فيها لاجتماع الأساتذة. إنما هيدا الاجتماع يا منى يعني بالكلية ولا ببيت واحد من الأساتذة؟ طبعا ببيت. كتير عاد. هالاستاذ مش مجوز؟ بقضي السهرة مع مدامته لبين ما تكونوا انتهيتوا من اجتماعكم. بس انت مش معزومة يا منى. من امتين كنت تحب تخربطي بالبروتوكول؟ بدك للحقيقة؟ هالاجتماعات كل اسبوع وبهالوقت المتأخر من الليل ما عم تعجبني ابدا، حاسستك كلها بلا طعمة. طيب يا ستي، مش رح روح الليلة ومش رح اجتمع بالاساتذة ويصير اللي بده يصير بكرة. للحقيقة أنا بشوف إنه القراية أفضل من هالاجتماعات البلا طعمة والثرثرة والجدل الفارغ بين الأساتذة. مش رح خليكي تغلبيني. أنا رايع على الاجتماع مهما كلف الأمر. مين يا ترى بهالوقت من الليل؟ ما بعرف. ليكي اذا كان زوار انا ما عندي استعداد استقبل حدا الليله. شو بنقله لكان؟ اعتذري عني وانا بطلع من باب المطبخ. كتير عال. اذا هيك تفضل افتح الباب بنفسك. يعني ما ناوية تطلقي سراح الليلة؟ ما رح تسهر إلا معي. استسلمت يا ستي. تفضلي افتحي البيت. رح تبقى مش هيك؟ طمني بالك، ما لحقها. أنور. مساء الخير يا منى. مساء الخير. أنور، شو هالمفاجأة؟ مساء الخير يا كريم. مساء الخير.
بيظهر كنتوا ناويين تروحوا تسهروا. لا ابدا. الحقيقه يا انور انا وحدي كنت على وشك اني اظهر لما لوين. ما بدي افسد برنامجك. اقعد يا اخي اقعد شوي. اهلا وسهلا اتفضل. في الحقيقه انا كنت بريد اسال عن انا عم فتش علينا اختي لينا. بعني انه من ثلاث ايام مش عم بقدر اوجد لينا. اختفت من البيت اختي. اختفت من ثلاث ايام وما بتخبرنا الا الليله. شو اللي عم تقولوا يا نور؟ كيف ممكن تختفي لينا؟ ولوين؟ ما بعرف يا كريم. سؤال لا يمكن اني اوجد جواب يعني بالضبط. طيب هل سبق اختفائها خصام؟ يعني سوء تفاهم ولا؟ لا 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 ما حصل شيء من هيدا ابدا. أنور حاسس أنك عم تخبي عني شيء. شو بالك؟ ما بعرف إمتين ممكن يحصل المكروه وكيف؟ تعني أنه هناك رجل آخر؟ ممكن. لكن مين هو؟ ممكن ما يكون في شيء من هالأمر على الإطلاق. طيب إذا لينا ما هربت مع رجل يعني بسبب رجل. ما بحب اسمع هالكلام. مثل ما بدك بس لازم نواجه كل هالاحتمالات. معك حق. مصيبة إني بحس بوجود رجل آخر بطريقة ما. إحساسك هيدا قديم؟ يعني قبل كل شيء شو اللي عم يجول بخاطرك يا كريم؟ ارجوك فهمت شو بقصد. على كل حال معك حق. فهمت انور. كنت تلاحظ وجود الرجل الاخر؟ هلا بعد ما حلت الكاسه صرت بقدر ارجع للماضي. بقدر افسر كثير من الالغاز اللي كانت تحيرني. مثلا ميلها المتزايد العجيب للوحدة. وضح أكثر. ما بعرف يا كريم إذا كان من حقي هلا إني أفشي مثل هيك قضايا. أنور الأسرار الزوجية مقدسة، لكن أمام المشكلة اللي عم تواجهنا هلا من الضروري حل كل الملابسات. صحيح معك حق. دائما كنت تتغلب علي بآرائك وتحليلاتك النفسية. على فكرة ما خبرتني عن انطباعاتك اللي توصلت لها من الجلسة اللي قعدتها مع لينا، الجلسة الأخيرة. وصلت منى بالقهوة. ذوق القهوة العالمية وشوف كيف بتلاقي الحل انجلى قدامك. منى ليش متعب؟ غريبة والله. القهوة؟ القهوة؟ لا طبعا. شو اللي غريب لك؟ كل شيء. كل شيء غريب. فيك تقلي ليش لحديت هلا ما خبرت البوليس عن اختفاء لينا؟ اه بوليس؟ شو رأيك كريم؟ رأيي انه ما في داعي للموضوع. وأنا كذلك. أمركم عجيب والله.
اختي بتختفي من بيتها 3 ايام ورا بعضهم، وحضرتكم شايفين انه ما في لزوم تخبروا البوليس؟ نعم يا منى، ما في ضروره هلا. ثم تصوري الفضيحه، شو رح تقول الناس عنا؟ ما تنسي انه انا استاذ بالجامعه وانور مدير بنك. ومصير اختي؟ الهدوء الهدوء يا منى. بكفي منى الهدوء، والا رجعت لك النوبه العقده الهستيريا، ما هيك؟ منى ارجوكي مش هلا. كفي بعد عني، مليت الامراض النفسيه اللي بتتصورها موجوده بكل انسان حولك، فيي انا. انت هلا مش مريضه، انما ممكن تعودي للمرض. كريم رجفي رجفي كريم، وين حبوبي؟ روقي حبيبتي، شو بدك حبيبتي؟ لازم تنتبهي لحالك من النرفزه يا منى. انت كمان؟ ما تنسى انه اختك من قبل قضت سنة. بما صح، مش رح بنسى، كيف فينا ننسى؟ شو اللي صابني؟ مرض اختي ذاته هو اللي صابني. منى منى تغلبي على اعصابك، لازم توحي نفسك بالهدوء والطمأنينة. شو هالحالة؟ كل الرجال صاروا اطباء نفسانيين بهالايام. دايما كنت هدي لينا بهالطريقة يا منى. يمكن من هيك هجت. اللي انت عرفت انه كريم كان عم يعقد جلسات نفسية لاختي؟ عرفت بالصدفة. بالصدفة؟ رجعت مرة على البيت، شفت كريم، كانت لينا مستريحة على الكرسي الكبير بالمكتب. كريم قريب منها، حامل دفتر عم يسجل عليه، وقال انه عم يجري تحليل نفسي لزوجتي. وامتى كانت هالجلسه؟ حوالي اسبوع. بالليل ام بالنهار؟ بالليل. اي يوم؟ اثنين او الثلاثة. حاول تتذكر منيح. الثلاثة مثل اليوم؟ شو؟ كريم، ما بعرف شو كان فيني اعمل من غيرك. ولو كباية المي. نسيت صوري. لا يا حبيبي، ما تتعب نفسك. منى ما في داعي تتعبي حالك، تعبتك فيه. شو قال كريم لما لقيته هديك الليلة مع لينا؟ قال انه اجرى جلسات التحليل النفسي لزوجتي بناء اللي طلبها، وهي رادت انها تخفي هالامر عني. نعم اختك كانت مريضة بذات مرضك، وكانت خايفة انه انور يعرف الحقيقة. زارتني بالعيادة اكثر من مرة، لما تدهورت حالتها بالفترة الاخيرة طلبتني على التليفون. كان الوقت متأخر بالليل، قالت لي انها حاسه بتعب قوي وبانهيار. طمنت اني جاي، قلت لها تقعد قدام التلفزيون تعلي صوته تشغل بالها بالبرامج. لما وصلت على البيت لقيت الباب مفتوح، دخلت رأسا على غرفة المكتبة. كان صوت التلفزيون عالي، شفت لينا مددة على الكنبة. طفيت التلفزيون. كريم ليشك بعيد عني؟ في بحور هيجي بيني وبينك، تقدر يا ترى توصل لحدي؟ يا لطيف، قديش تبعدي عنك وعن أنور، عن كل الناس. دينا، أنا صرت حدك، قريب منك، احكي. قبل وصولك حسيت إني عم احكي مع ناس كتار، كان في ضجة هي، قصة
أصوات رجال ونسوان حوالي من كل جهة. بحاول حكيهم، أحرك شفافي، ما أسمع نفسي. الغير عم يطرش بيني، عم بغرق صوتي. بغرق. أنا بمستنقع. أرجوك، أرجوك امسك إيدي، أرجوك يا أنور ما تتركني. أوحال نادر طين طحالب، الأرض تحتي مثل الذهب عم تبلعني. لا، ما بريد شوفه مرة تاني، قل له ما يجي عبيتنا مرة تاني. أنا ما بحبه، ما بحبه لكريم. هيدا وحش، وحش، وحش كريم. ليش تكرهي لكريم؟ كريم جوز اختك. ما بعرف، ما بعرف. سمير حبيبي خيي، ليش تخليت عني؟ تركتني وفليت. أنا أختك الصغيرة لينا، ليش تزيدني؟ سرقت لعبة، حطمت سيارتي، خطفتك امرأة غريبة، زوجت ورحلت عن البيت. لينا، ليش تكرهي لكريم؟ كريم جوز أختك، ليش تكرهي؟ سمير راح وما عاد راح يرجع، خطفته امرأة غريبة، كلنا عم يخطفوا أهلي وأحبائي. أنا وحيدة، ما حدا بيريدني بهالبيت. يمكن لينا اجت عالدنيا بالغلط، اهلي كانوا منتظرين صبي من بعدي، اجت هي، ومن يوم ما ولدها بي ما ابتسم ولا مره، وامي الله يسامحها ما كانت تسمح لها ابدا انها تلمس لعبي. ولما انكبرت لينا ما كانت تخليها ابدا تقابل اصحابي ولا تقضي وقتها معهم، لا يوسف ولا سامي. كانت دايما تقلها انت بعدك صغيره، ما رح تتجوزي قبل منى، منى اكبر منك. وما كانت تسمح لها كمان انها تقضي وقتها مع خي سمير. كانت تقلها انت بنت مش صبي، اتركي خيك يروح مع اصحابه. كانت لينا كتير متعلقه بخي سمير. كانت تعوض فيه الأب بطفولتها وعن الحبيب فترة صباها. اذكر أنه سمير زارنا مرة واحدة بالشتاء من شهر تقريبا. وحده؟ وصل وحده بالأول بعد الظهر، وبعد حوالي ساعتين وصلت مدامته نوال. ما كان لازم يزورها أبدا. معك حق، بعتقد أنها انتكست مرة هالزيارة. بس بالأول لما شفته فات من الباب كانت رح تجن من الفرح. لينا يا حبيبي. لينا يا حبيبي، خبرني كيف تنسى اختك لينا الصغيرة كل هالسنين؟ لينا، هيدي أول مرة بزور فيها بيروت وبيتك الأنيق هيدا. ما بهم، طالما انك رجعت اخيرا خبرني كيفك، كيف احوالك؟ ان شاء الله انت مبسوط بافريقيا. مثل ما بتعرف من كتيبة لك. كتيبك الي؟
أنا ما استلمت ولا مكتوب من يوم ما هربت مني. كيف؟ مش معقول. على كل حال أنا ما هربت منك يا لينا. كل ما هربوك مني منعوا كتيبك عني. مين منعها؟ أختي منى وزوجها. بس أنا كنت أبعتهم على عنوان بيت والدنا. من هوني كنت تختفي وما تصلي. بكل الأحوال خبرني كيف ولادك؟ أنا ما شفت ولا صرة لواحد منهم. ثلاث صبيان، سامر ومنير وسعيد. الحمد لله ما عندك ولا بنت. كنت كل حياتي يا لينا أتمنى يكون عندي بنت واحدة تذكرني بيه. بمين؟ أحلى أخت، أحلى صغيرة بالبيت، بلينا الحلوة. بعدك تتذكر هيك الأيام يا خيي؟ طبعا، كان إلنا أجمل طفولة ببيت بينا يا لينا. إلكم كلكم، ما عدا هي أنا وحدي كنت الشقية بيناتكم. البابا بعده عم يزورك؟ لا، مبرر داين لكراهيته القديمة إلي. لينا اختي بدك ما تأخذيني، انا جيت على بيروت مرق الطريق، طيارتي بتسافر نص الليل. وجيت لوحدك؟ لا، معي نوال. شو بيكي؟ ما بدك تسلمي على صديقتك القديمة؟ بلا بلا، خصوصا بعد ما جبتك ثلاث صبية. بعد مثل ما بتعرفيها رشيقة أنيقة. حلوة دايما بعيونك، بس مش أحلى منك. يا لطيف يا خيي، كأني في حبيبي قديمي بالطيب لخطرة. إلك مفاجأة عندي. شو؟ افتحي يا طرد. إلي أنا؟ إيه افتحي. إيه افتحي. لك لا مش هيك، ما بتعرفي تستعملي إيديك. كبوت؟ كبوت من الفرن؟ يا عمري. يا حبيبي يا خيي يا حبيبي، انت وحدك اللي بتحبني. الف مبروك. يا حبيبي يا خيي. لينا نوال، ولك شو صار لك تغلبتي على الغيبة؟ ما بتعرفي قديش سألتلك. شفتي يا نوال، ما قلتلك انه لينا طول عمرها انسانة؟ بعدني بذكرها من وقت اللي كنا سوا بالمدرسة. بعدها ما تغيرت، ما في شيء بيغير اختي. بس ما بعرف ليش ما كانت راضية عني. على كل حال يمكن انا ما بعرف انك حرمتيني بيي وخيي وصديقي الوحيد. بس سمير كان الك وكل الباقيين دفعوا وحدي. ما بتقدري تتصوري يا نوال قديش صعبه لما بتنولد بنت لعيني ما يكون حدا منتظرها. لينا ما تبالغي كثير، كنت كل حياتك دلوعه البيت وبعدك لحد هلا دلوعه. كانوا الكل بيتمنوا اني ضلي طفلة صغيرة حتى ما يكون الي كيان او شخصية حقيقية بيناتهم. لينا شفتي سمير فضلك عني واشتري لك كبوت فرو، ما كانت ميزانيته بتسمح له تيشتري كبوت تاني الي. صحيح يا نوال، لكن هيك ادعيت ما عندك المال الكافي. طيب ما انت بتعرفي هالشيء. وانا بعرف كمان انك انت ما بتحب نلبس انا واختك مثل بعض. صحيح يا سمير. ولكن يا نوال ما لازم تحقد علي مشان هيك. احقد؟ ما في شي بخليني احقد عليك يا لينا، انت اخته وانا زوجته. يعني ما رح تغاري مني؟ بتضحكيني بهالكلام يا لينا. يا خيي بلاش تتسببيني برا، ولازم زور بيت بي قبل ما نرجع المطار يا سمير. سمير بك شي؟ لا ابدا. قديش ساعة؟ الساعة 9. ما بقى لنا وقت. لا ضروري تنطروا انور حتى يجي. لكن يا لينا ما بعرف شو صار متأخر لهالوقت هيدا، الاجتماع بيخلص بالبنك الساعة 8. يعني إذا ما جيت معي يا سمير بروح لوحدي على المطار بنلتقى هونيك. نوال بتعتقدي إنه من لياقة ما زور بيت أهلي؟ هيدا شيء متروك إلك. طيب رح أطلب السيارة أنا. سمير انت قلت لي انه مش رح تطول هون اكثر من نص ساعه. لينا
اختي صار لها 4 سنين ما شفت، بعدين انا احب اخوتي الها. قول انت كنت تفضلها على الجميع حتى علي. ما في مجال للمقارنه بين زوجي واخت. بلى، كل شيء جايز بهالبيت. شو بتقصدي؟ كل يوم بكتشف شيء جديد، وجديد بأكد لي القديم. اجت السيارة. لكن انت رح تبقى هون مش هيك؟ لكن يا لينا، المفروض هو كمان يزور بيت بيي. ارجوك يا نوال، بس هالمرة. فإذا بروح لوحدي. طيب. أرفار. نوال. خليك عند أختك إذا أنت بدك. نوال. طيب. نتلاقى الساعة 11 بالمطار. شفت يا سمير؟ أنت كنت تفضل تبقى هون. أرفار. وانت يا انور، ما توصلت انك تخليها تحس بكونها كامرأة، كزوجة حقيقية، كشريكة لك بمختلف امور حياتك. شو بدي اعمل يوم؟ كل تصرفاتها كانت تدل على انها ما فارقت مرحلة الطفولة. مزبوط، معك حق. لينا تعودت ببيت ابوها انها تكون بدون شخصية، لما اصبحت رب البيت ما قدرت تتواجه المسؤولية جديد. كنت محتار بيها، كيف بدي اتصرف معها؟ شو هي الخطة اللي لازم اتبعها تاجعلها توثق شوي بذاتها؟ طيب يا انور، ليش لهلا بعد ما جبتوا لكم شي ولد؟ صار لكم 4 سنين مجوزين وعايشين لحالكم ببيت فارغ من الاطفال. يا عزيزتي، اختك رفضت انها تكون ام دائما. كيف عرفت؟ ارفعي من راسك اشباح الظن. حياتي الزوجية معها كانت شاقة باستمرار. شو بتعني؟ احكي الصراحة يا أنور، خبر أختك اللي كنت تعانيه معها. ما كنا عايشين كزوجين إلا نادرة. خلال الأشهر الأخيرة كانت تنام بغرفة لوحدها. من أيمتى؟ أنا بعرف الجواب. من وقت ما زارها خيي سمير. بتعرف يا كريم، هديك الليلة نوال سهرت لحالها عن بيت أهلها، والتقيت فيها هونيك بالصدفة وصرحتني بكل شيء وكانت عم تبكي. ليش؟ لأسباب كتير، وانت بتعرف المهم منها. شو بتعني؟ بعني المتعلق بالعقد النفسية على الأقل. خيك سمير كان هو كمان بحاجة للأخت الصغيرة المعجبة برجولته. نوال شو كانت بالنسبة له بسم؟ مثل ما أنت بالنسبة للينا. عم تدهشني فعلا يا دكتور كريم. يا عزيزتي منى، نوال شخصية مستقلة، ولما تمردت على أهلها ورضيت تتزوج من شاب على رغم إرادتهم أثبتت عن استقلال شخصيتها. نوال ما كانت بحاجة لحماية حدا. وخي سمير تعود على انه يلعب دور المدافع عن اخته الصغيره، مش هيك؟ دور الفارس تقريبا. نوال كانت بالنسبه لسمير ند له في كل شيء، في حين بقي سمير يحن لشخصيه الفروسيه القديمه في طفولته. كلهم اطفال اذا. يا منى، كل رجل وكل امراه بيفضل يحارب الطفل اللي بيحمل معه بنفسه كل حياته. يعني ما فينا واحد راشد.
هيدا بيتوقف علينا كآباء وأمهات. تصور لما رجعت على البيت شفت مشهد غريب. سمير ولينا كانوا مثل طفلين عم يلعبوا سوا بالغميضة. يلا لينا لينا هون هون لينا هون لينا هون 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 لينا هون هون أنا متطور حد أعطيني صوتك لينا أنا هون شو بك يا لينا؟ نسيتي إيدي كمان؟ هي تنسيتها بالفعل شو؟ مبين عليك اسم الله شفتي يا لينا؟ شفتي إنك تتمني إني يصير ناصح؟ أنت عم تعبري عن رغبات لا شعورية ضدي. طب وليش عم تتراجع؟ تأصول اللعبة نسيتيها كمان يا لينا؟ لا أبدا ما نسيتها. اسمعي إيه؟ أنا حأبعد عنك، خليك عندي. إذا كانك شاطرة بتعرفي إنه حلي من صوتك. طيب تعال تعال في غلط خبوقة. لا ما تخافي ما في شيء قدامي تعال لينا أنا هون هون. كمستك مرة تانية يا ناصح يا تخين كمستك هيدا هو الشكل مثل ما كان دايما ما في تجاعيد ولا شحن بالخدين وهيدا انفك اللي بعرفه انف شامخ وهيدي جبهتك جبهتك صفحه سماويه مرفوعه لفوق دايما مرفوعه لفوق رجوعك الليلة ما بتقدر تتصور قديش اشتقت لك وديك الليلة ما خلتني نام ولا لحظة دخلك طول خيي عندكم شي قعدنا وشربنا شوي شو بك؟ دكتور كريم هديك الساعة كانت من أجمل ساعات حياتي ما شفت لينا أحلى وأروع من هديك الجلسة كانت فرحانة عطوفة حلوة عم تضحكنا وتلاعبنا حتى نحن انجرفنا معها عم تحكي بالجمع؟ أنا وسمير صحيح كأن رجعنا كلنا أطفال عن جديد جدية متشائمة كسول ما بنفع على شيء بس لو كان بابا هون لكن شافني كيف عم أضحك وضحك الكل تركينا مبينة هلا ما بتعمل شيء مهم الا ما بتتذكر به دايما بتتحدى دايما حتى ولو كان غايب مش موجود هو صحيح غايب بس موجود بصدره هون مش هيك يا اختي بلا بلا هو مخلوق مع قلبي ومش رح يفارقني الا مع قلبي لكنه جاسم على قلبي شو بكون ليش مش عم تضحكوا صحيح نكتة بيها جاسم فوق قلبها فوق قلبها جاسم حلو يلا خلونا نشرب هلا نخب كل اب ونخب كل بنت بدون اب لكن الها اخ وزوج زوج شكرا يعني ما زلت انا موجود يا لطيف انا اسعد امرأة بين خيي وزوجي يلا
اتركوا كاساتكم هيك، خليونا نشرب من كاس واحد. خلونا نشرب النخب الاخير اليوم. هيدا اللي كنت تقترحه انت. انا رايي نشرب نخب الفرو، الفرو من بلاد الاسكيمو. لا، نخب الحيوان اللي مات تحت جلده وعطانا الفرو. اذا نخب الموت. خايفين شي؟ خايفين من الموت؟ انا ما بخاف منه. اذا نخب موت، موتي انا. اذا شربت نخب موتها هي. لكن بدها تكون تحرت. لا يا عزيزي، لا، النموذج من الثوره بيطلب الحياة إلى أبعد مداها وأعمق معانيها. كنت دايما حاسة إنه نهايتها بدها تكون مأساة. ما بعتقد إنها بتقضى مع هيك عملي. ليش؟ بعدك ما فهمت أختي؟ دخلك قلت لي إن ما خليتك تهديك الليلة اثنين لحظة واحدة بعد رحيلك يا سمير. نهديك الليلة هجرة. حوالي 3 صباح. إذا رح أسهر حتى طلوع الفجر. بلا هالمشاريع. ليش لا؟ صار إلي زمان ما شفت طلوع الفجر. والكل بعايروني إني بنام للظهر. لينا لينا، أنا ما بعايرك أبداً. بلا، بطريقتك الخاصة. دايماً بطريقتك الخاصة يا عزيزي أنور بتكرهني، بتنتقم مني، بتعاتبني، بتحقد علي. كل هيدا وانت ساكت، بس نظراتك هيدي، نعم، مثل ما عم تطلع فيي هلا. قديشك انت انا شو؟ قوليها. بتسمع؟ ليش لا؟ ما دمتي متأكدة من حكمك علي لهالدرجة، خلي المتهم يسمع إدانته إذا. انت سجاني الأبدي يا أنور. من يوم ما تجوزتك، وأنا بحس إني عم أقضي عقوبة سجن صامتة بهالبيت. ولكن هالليلة شو؟ أفرشت عنك الليلة؟ خيي حررني وعرفت الليلة بس بحس بالسعادة الحقيقية معك ولأول مرة ببيتك. ما فهمت بعدي لينا. اكتشفت لعبتي يا أنور، اكتشفت لعبتي مع نفسي. عرفت إني لازم صير امرأة حقيقية، وما كان بإمكاني صير امرأة حقيقية إلا لما فوز بحريتي. أخوك كان سجانك؟ كان سجاني من خلالك أنت. يكون هيدا من تأثير مطالعتك للكتب النفسية اللي هداك إياهم صهرك الدكتور كريم. الكتب ما بتعمل شيء إذا ما علمتنا نقرأ في نفوسنا. لينا، شو رأيك نفوت النام؟ ليش ما بتروح تنام وحدك وتخليني احتفل بنفسي حتى طلوع الفجر؟ لينا، بريد احتفل معك الليلة بسعادتنا الزوجية. قديشك قاسي يا أنور، بتريد تحول حريتي البكر لأسر جديد. لينا، خليني افرح فيك على طريقتي، خليني افرح فيك جديدة بين ايدي. بعد عني، شو رح تستعبدني لنسي بعد اليوم؟ لينا، دايما بترجعي طفلة مثل عوايد. يا ريت بتفهم معنى هالكلمة، يا ريت العالم كله بيرجع طفل. أنا بعرف وين اختفت أختي. وين يا منى؟ بتريد فعلا إنها ترجع لك؟ شو هالسؤال يا منى؟ قصدي
بتريد فعلا انها ترجع لك بنفس حالتها اللي انكشفت لنا هلا. منى هي فازت بحريتها، بس انا بعد ما فزت بحريتي. معك حق. اذا مشوا لادلكن على الطريق.